حالات كاين بعض الحالات اللي فيهم اسرار ليا كثير، يعني الا جيتي غير تقرا عليه القران يقراه وياك، انت كتقراه هو كيقرا، وتجي تجي يحكي لك المعاناه ديالو كتلقاه عايش العذاب، لكن الجن ما كيطلعش فيه وما كيتاثرش حتى شي حاجه، ولا شتي تقول انت راه مرضي نفسي ومنهم روقات يقول هذه الامور. قبل ما تمشي عند اي راقي حاول تستخر الله عز وجل، استخر الله عز وجل، ما تديرش بالك حتى شي راقي، ما تقلبش على شي راقي، ديال الاستخاره وربي راه غادي يلاقيك بالشخص اللي غادي يعالجك. ديال الروحانيين اكثر، ديال الروحانيين كنكون خدام معاهم، يعني خدام معاهم كلشي، تيخدم معاهم الكحل والبيض كما تيقول الكحل والبيض، تيخدموا بالشياطين وكيخدموا كذلك بالمسلمين. النوراني كتكون مع واحد الرفقه مسلمه، يعني رفقه النورانيين كاينين مش ما كاينينش، لكن قلال 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 بزاف كاع، يعني شكون اللي كيكون مع واحد الفئه من الجن الضوئيين النورانيين اهل السماء كيبطلوا السحر. هادشي حاجه حنا ماشي غادي نكرو هاد الامور، هادي كيبطلوا السحر كيديروا كيديروا، لكن هاد الفئه هادي ديال النورانيين داك الراقي لا الا فات حتى دار شي غلط غير بسيط كيهربوا عليه دوك، كيهربوا عليه دوك الضوئيين وكيجيو في الصفه ديالهم شياطين، وكاين اللي هو عايش في وهم وخدامين معاه منافقين وكيأدي في الناس بدون ما يشعر. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. مرحبا بقناة أشواق بالاستضافة ديالنا المركز الحكمة، مرحبا بكم عندنا. اليوم غنطرقوا لواحد الموضوع اللي هو كثر فيه القيل والقال، يعني كثرة الرقات والفرق بين الرقات. كاين الراقي الشرعي اللي هو ما غندويوش فيه لأنه أصلا راقي شرعي، وكاين الراقي الروحاني، هذا الأمر اللي خصنا نوضحوه، وكاين الراقي النوراني، وكاين ما يسمى بالراقي الرباني، وكاين الراقي الساحر. هادو كلهم من تحنين صفه واحده ديال الصفه ديال الراقي، لكن شكون هو داك الراقي، شكون داك الراقي، راه ما خصك تحللو باش تعرف شكون هو داك الراقي اصلا. الراقي الشرعي يعني الانسان راه كيستعان بكلام الله وغادي في الصحيح، منهم رقات اللي هما معروفين جزاهم الله خير الجزاء في المغرب عندنا. الراقي الروحاني اللي هو الرقات اللي كاينين كيستعانوا بالجن، ما يسمى تيقول لك راه كنحار كنحرق كذا، بطلوا لي هذا السحر، حرقوا لي هذا، حرقوا لي هذا، هادو كلهم تيكونوا عايشين في وهم فقط، كلهم كيكونوا عايشين في وهم، كيتعالجوا على يديهم الناس ماشي ما كيتعالجوش، لكن شنو هي الطريقه ديال العلاج باش كيتعالجوا على يديهم؟ الطريقه ديال العلاج كيتعالجوا على يديهم بها اللي هي يعني هذاك الروحاني كتكون مع واحد الرفقه، والاكثريه ديال الروحانيين الاكثر ديال الروحاني كيكون خدام معاهم، يعني خدام معاهم كلشي، تيخدم معاهم الكحل والبيض كما تيقولوا الكحل والبيض، تيخدموا بالشياطين وكيخدموا كذلك بالمسلمين، وكاين فيهم اللي كيشد المسلمين كيخدمهم بزمنهم، يعني كيسجنهم وكيخدمهم بزمنهم. هاد الامور يعني الا جينا ندويو فيها غادي نتعمقوا بزاف. يعني داك الراقي الروحاني فاش كيجي كيرقي الانسان يقدر تيحرق فيه واحد ثلاثه الملوك او الاربعه او كذا، ودوك الاخرين بحال كيتصاحب معاهم، بحال كيدير معاهم اليد، بحال كيدير اليد معاهم، تيوليو تيخفوا الاعراض على داك الشخص، كيولي كيحس براسو خفيف بخير امورو مزيان، لكن هما تيوليو بحال تيوليو خدام ديال هذاك الراقي. يكون تيحس الانسان براسو مزير ومزموت، يقدر غير يتصل بهذاك الراقي يهضر معاه تيرخفوا عليه في البلاصه، فهمتيني؟ يعني تيولي تيقول لك انا تيهضر معايا الانسان تيرتاح، لا راه كاين واحد السر تما، السر اللي هو هذا، راه كاينه علاقه بينك وبين هذوك، هذيك العلاقه اللي كتكون تيبقاو مهمدين وزاقين في الجسد وصافي، لكن العلاج راه ما كاينش العلاج، ما واصلش السيد للعلاج، يعني غير مكرمين عليه وصافي، كتلقى باقي عنده التعطيلات، باقي عنده بزاف ديال الحوايج، باقي عنده التوقيف في الامور، باقي كل شيء، لكن داك التخبطات وداك الامور ديال الجيل اللي كانت عنده ما تتبقاش. هذا الراقي الروحاني. الراقي النوراني، الراقي النوراني كتكون مع واحد الرفقه مسلمه، يعني الرقات النورانيين كاينين ماشي ما كاينينش، لكن قلال 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 بزاف كاع، يعني شكون اللي كيكون معاك يكون مع واحد الفئه من الجن الضوئيين النورانيين اهل السماء، كيبطلوا السحر. هادشي حنا ماشي غادي نكرو هاد الامور، هادي كيبطلوا السحر كيديروا كيديروا،
لكن هذه الفئة هذه ديال النورانيين، داك الراقي الا فات تدار شي غلط غير بسيط كيهربوا عليه، دوك النورانيين كيهربوا عليه، دوك الضوئيين، وكيجيو في الصفة ديالهم شياطين، وكاين اللي هو عايش في وهم وخدامين معاه منافقين، وكيأدي في الناس بدون ما يشعر. لهذا احنا دزنا من هذه المراحل كاملة، دزنا منهم هذه المراحل كاملة دزنا منهم. يعني الإنسان فاش كيكون تمكن وصل لواحد المتابة اللي هي مزيانة، فاش كيوصل المتابة ديال راقي رباني، يعني كيكون كيشوف بنور الله، لا يستعين بأي مخلوق، تيكون أول شيء دارس شنو هو العلاج. يعني ماشي غنجي غتجي عندي أنا غنقرأ عليك غير القرآن، كتكون يعني دارس مراكز ديال الشياطين في البلاصه كيتمركزوا، الاسحار وكيفيه الابطال ديالها، وتعمق يعني في الايات اللي كيكونوا مختصين في كل سحر، شنو الايه اللي كتدمر هذاك السحر. يعني كتكون راقي رباني كي ترى بنور الله، يعني الحاله كتكون كما كانت كتعالج كما كانت، لانه الحالات كاينين بعض الحالات اللي فيهم اسرار اللي هي كثير. يعني الا جيتي غير تقرا عليه القران يقراه هو وياك، انت كتقرا هو كيقرا، وتجي يحكي لك المعاناه ديالو كتلقاه عايش العذاب، لكن الجن ما كيطلعش فيه وما كيتاثرش بحتى شي حاجه، ولا شتي تقول انت راه واقيلا مريض غير نفسي، ومنهم مروقات يقولوا هذه الامور، تتمشي كتلقى عنده كيقول لك انت راه مريض غير نفسي، وكيصيفطوا كيشربوا الفانيد وكذا. لا ما كاينش، كاين المرض النفسي ماشي كنكرو حنا، كاين ماشي ما كاينش، لكن الاكثريه ديال الناس ديال الحالات المستعصيه راه سببهم الشياطين، هما اللي كيسببوا لهم في هذا الامر. والحمد لله راه كاين معنا واحد الاخ اللي هو دوز واحد التجربة اللي هي كبيرة، وداز مع دروقات وفهم وتعلم بزاف ديال الحوايج، وماشي راه قيمة حتى شي حاجة، كيتعالج عندنا الحمد لله، ونسأل الله عز وجل له الشفاء، وراه غادي يشهد شهادة حق، وغادي يحكي الحق، غادي يحكي كيفاش دوز المعاناة باش تستافد الناس، كيفاش دوز المعاناة ديالو غير باش يستافدوا الناس. لا شيء. النصيحة ديالي اللي كنوجه لجميع الإخوان والأخوات اللي كيعانيوا من هاد الأمراض ديال المس ومن العين ومن الحسد، يعني قبل ما تمشي عند أي راقي حاول تستخر الله عز وجل، استخر الله عز وجل، ما تديرش في بالك حتى شي راقي، وما تقلبش على شي راقي، دير الاستخاره، وربي راه غادي يلاقيك بالشخص اللي غادي يعالجك، كونوا على يقين تام، والانسان يدير اليقين ديالو في الله عز وجل. وخا مشيتي عند الراقي ما تقولش راه هذا الراقي راه غادي يعالجني، او لا هذا الراقي راه غادي يدير لي، او لا راه خي يكون كما كان نوعه، يعني راه الشفاء باذن الله، ما نحن الا سبب. كتمشي عند الراقي كدير غير السبب فقط، غير خصك تمشي في طرق شرعيه، ما تشركش بالله عز وجل، ما ديرش امور ديال الذبيحه، او لا تمشي عند السحره اللي ديال هاد الامور هادي اللي كيديروا بحال هاد الافعال. يعني اتجه للشخص اللي هو كتشوفه كيستعان بالله، لا يستعان باي شخص، يستعان بالله، وانت كذلك تستعان بالله، وراه الشافي هو الله، والله المستعان. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.